اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حواء، قلت هعرف منه ايه في دماغها جوه. حواء في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة، لو هنسمي في مسميات احنا احنا هنا جاحدة. عظيم وفني نفس الكلام وبيتردد بيتردد، واحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا ونسدد ونسدد. وبعد ما كان نفسي في واحدة تفهمني من غير ما تكلم ما تكلم، بقيت الاقي واحدة تفهمني اصلا وانا بتكلم بتكلم. في جوه دماغ حواء كذا حد ملاك شيطان، والله تعبت لما تعاملها كده انت وحصل في اللي ساعتها بقى ماسك الشفت. وديتها مره للدكتور، دكتور دقيقه ونبقى